هلا سبب ارتفاعه والله انا لحد الان ما قدرت كون فكره. انا عندي قناعه مو بس الدولار السبب، القصه انه نحن عندنا شيء يغطي بدائل عنا. يعني اذا جينا نحكي للادويه اللي بتجينا من مناطقنا يلي كانت فيها تغطي، ممكن بعد ما راحت المعامل اللي بالمنصوره كمان تركت اثر، ولكن انا عندي قناعه انه المستودعات اللي عندنا المخزن الكبيره حسبوا حسابهم من قبل معركه المنصوره، وموجود عندنا كميات بدليل احيانا بتجينا انواع بتنفقد شهر واثنين بعدين فجاه ما بنلاقيها الا ظهرت. طب شلون منين بتجي هاي؟ بتجي بس باسعار طايره. ليش؟ او بيحملونا اياها ضمن سلال، بيحملوك معاها كذا صنف مو مطلوب مقابل انك تاخذ هذا الصنف المطلوب. انا حسي انه نحن للاسف عم نخلق ماساتنا الاولى اضافه للدولار اللي المعامل عم تتحجج فيه، ممكن هو سبب الارتفاع المادي الاولي بالدولار عم ترفعه، ممكن الوقود هو السبب، في 100 قصه عم تتدخل في الموضوع. والله انا ما قدرت لحد الان اخذ يعني الفكره الحاسمه فيها. بالنتيجه المواطن للاسف هو اللي عم ياكلها. يعني هلا شوف هذا دواء بتاخذه طفلي عندها اختلاج، امبارحه اجت الام عم تبكي قالت لي امني لي كم حبي بس لقدر مشي الوضع يوم يومين لاعرف بعدين شو بده يصير. يعني والله ما بعرف انا شو بدي احكي. المواطن هو في النهايه اللي اخذها، ممكن نحن عم نتحمل جزء كونه تعاملنا بالسوره. يعني اذا نحن بدنا نحسبها من ناحيه الماديه وناحيه التجاريه، انا لازم اقفل صيدليتي واروح على البيت، لان للاسف المستودعات صارت اغلبهم بيحسبوا لي الدواء سعره بالدولار، انا عم بيع بالسوره وشفت الدولار شوي هيك وشوي هيك، فشغلنا اذا جينا نحسبه على الصح كله خساره. وانما نحن عم نفكر في الناحيه الانسانيه، بتمنى الكل بقى يبلش يتعامل بهالطريقه. هلا هذا دواء ما راح تلاقيه دور ثاني، انت ايش عم تعملي لحتى يصير يوفيكي؟ عم باخذ العلبه بتقدي هي 15 يوم، يعني المفروض اخذ حبتين بالنهار، صرت اخذ بالنهار حبه، واحيانا ما باخذ يعني بنهار او نهارين بقطع يعني فيهم. لان ما عم بتلاقيه لان سعره ارتفع؟ سعره ارتفع وبنفس الوقت يعني ما بقى عم يلتقى على السوا. تنتين. وهلا هذا اللي عم تاخذيه لامك كمان شلون بده يصير تعمل فيه هذا؟ يعني ما بعرف كمان ايش بدنا نقلها، يعني اكثر الاحيان ما عم لاقي لها اياه، كمان ما بعرف، الاسعار عم ترتفع وهي ما بقى بترضى تشتري دواء. يعني بتقلي منين بدي اجيب بصراحه، يعني بتقلي ما عم بقدر اجيب، يعني منين؟ يعني واحد اذا ما له دخل ايش بده يساوي؟ انت بتاخذي الدواء الك ولامك؟ معكم سكر وضغط ما؟ معنا سكر وضغط، وامي يعني مع امراض كثير زياده، يعني اجريها بيوجعوها. هلا الفيتامينات ما بتاخذوا طاول، مرمم ما بتاخذ. ليش ما بتاخذوا لان سعره ارتفع؟ بسبب اسعارهم يعني، ما بتاخذ اكثر الانواع الادويه لغتها لحالها. يعني بالنسبة للدواء، يعني الواحد معه ضغط معه سكر كان ياخذ دواء يعني ربع القيمة اللي عم يعطوها هلا ثلاث أضعاف وأربع أضعاف، عم يقولوا يعني الدواء زاد بالمية 500. يعني هل من المعقول وهل من الصحيح إنه الدواء صار بالمية 500؟ يعني زر في البلعات ال 500 عم باخذها ب 400 ب 1200 هلا، وزرف البلعات ال 500 اللي اصلح منها شوي ب 1500. طيب الفقير يعني منين بده يجيب؟ ما عم يروح على الصيدلي، يعني لما عم يشوف الدواء غالي ما بقى يجي على الصيدلي، بده يموت موت احسن له. يموت بالفرشه احسن، ما في منين بيجي مصاري، منين فلوس؟ ما في لا شغل ولا في عملي. طيب اللي ما عنده مردود منين بده يجيب حق دواء؟ بس هاي حق الدواء بس من هذا الاكل والشرب. ذبحنا اسعار الدولار، هاي كنا ناخذها ب 500 600، هل حزمه قولي 4000 4000 4000 5000 وما في منها. صار لي يومين ثلاثه لا خليت ادلب لا ارمناز لا ملس لا ما خليت شيء خالص، والمواطن شو بده يصير في معه؟ والما معه منين يروح يجيب؟ بيشلح بيساوي شو بدي اقول لك؟ ما بعرف، يعني شيء حاله لا يطاق عليها. هلا في مرضى قلبوا على الدواء التركي وما ما ياخذ نتيجه، يعني كمان يعني في دواء ياخذ نتيجه بس في نوع من التدخين هذا التركي ما بيأثر فيه، يعني ذبحنا خالص هذا، شنو نعمل؟ ما بعرف. اليوم هاي الصيدلية رقمها تقريبا 20 بمستوى ادلب وما حولها 20 او اكثر، ما لقيت نوع دواء وهو حب ضغط، اكثر من صيدلي خلي هذا مقطوع وما عم يجينا منه، حتى البديل ما عم لاقيه.